زوم سانتي. زوم سانتي. عندي وضعية متاع صغيرات بالسمنة، واحدة توزن 180 وواحد يوزن 150. صغيرة في عمر واحدة بنت 14 والأخرى ولد 12. كل مرة يقول جيك، مشيت مع لطفي العبدلي، مشيت مع جوني لأربع حقائق، ما عملوا لي حتى شيء. اللي ما هو عندي شهر ونص من جاني، لا حتى من اجتماعاتنا هنا هيك ما تلفتوا ليش، ما جاوليش. مشيت لهم مرتين وثلاثة، قلت لهم عاونوني من جهة ربي يعاونوني عليهم هم. في النهار يقولوا في 25 و 30 ألف، الدجاجة المزمرة ب 14 ألف. والله يسمى واحد من فرنسا، هذايا أكثر واحد يتبع فينا، بي هذايا من فرنسا هو اللي قاعد يتبع فينا. هذاك هو، ولا واحد آخر زاد هنا في تونس يتبع الطبيب عادل. أنا أم حليمة عبد الرحمن، ولدي كان ما نجمش يمشي يقرأ، وبنتي زادة قلت 4 سنين وحبسة ما نجمتش تطلع الناقل وما نجمتش تعرض لمسافة بعيدة علينا شوي. والكثر خير، وثم واحد تاجر يتعدى من حدينا من تميكا، جا ولدي مطيش خاز وواصل وجي العشرة كي كانت عمنا وواصلوا للقراية. قعد كل مرة يلاحظ فيه، كل مرة يشوفه، كل مرة يشوفه يهز ويواصلوا، كل مرة يرجع. ولا قالوا كيفاش انت، قالوا انا وقتي كما هكا رانا بالسمنة ما نجموش نمشوا. هو اللي وصلنا قناة حياة، نشكرها برشا، نقولها يرحم والديك، هي اللي وصلت لنا صوتنا، نقولها كثر خيرك ويرحم والديك. ولادي قاعدين يموتوا كل نهار، حالهم تعب، لا يقروا ولا حتى شيء، ما يموتوا قدام وانا قاعدة نخزر الهجوم فينا. العبيد بدو يطلبوا فينا من جملة لطفي العبيد اللي كثر خير، وهزت له صغاري وكل شيء وعديهم، وطلب لهم سي عادل هذايا هو اللي يقبلهم في باش يعملهم العملية، حاملهم توا تحاليل وكل فيبرو، وهم زين مش يزيد يرجعهم يعمل لهم مرة أخرى، ما نعرفوش هذا من بعد قديش معنا يقعدوا قديش شوي ياسر شوي ما نعرفوش. زوم سانتي. زوم سانتي.